وش أكثر الأشياء اللي تدمر حياة الأمم والشعوب؟ الأمراض، الكوارث، المجاعات، ممكن، لكن في قاتل خفي أشد منها كلها، قاتل كثير منا يجهله. هذا القاتل الخفي حصد مئات الألوف من البشر، أطفال، نساء، شيوخ، وما اكتفى بقتل البشر بس، بل دمر دول، حطم مواردها، شلها اقتصاديا وأعاقها علميا، أعادها للصفر بل أقل من الصفر. أفاجئك أكثر، القاتل يعيش بيننا الآن في هذه اللحظة، هو يتجول حر وطليق، وممكن يكون قريب منك في نفس المبنى، ممكن يكون جنبك، ممكن يكون أعز أصدقائك أو أقرب أقربائك. أصدمك أكثر، القاتل الخفي ممكن يكون أنت. تعتقد أنك بريء؟ فكر مرة ثانية، راجع قناعاتك وأفكارك، عيد حساباتك. كثير مثلك كانوا يعتقدون البراءة، لكنهم تحولوا إلى وحوش، أهلكوا دولهم ودمروها بشناعة، مئات الآلاف من القتلى والمصابين. هذا القاتل النائم فيك يستيقظ في اللحظة اللي تتخلى فيها عن قيمة التعايش، تتحول إلى قاتل بسبب اشتعال نار الكراهية، التصنيف، الإقصاء. تتوحش إذا فشلت في التعايش مع المختلفين عنك، والنتيجة حرب طاحنة، جنودها أنت وآلاف مثلك من أبناء الوطن الواحد. وبعدين سنوات من النزاعات، لا أحد ينتصر سوى الموت والتخلف عن دول العالم وهدر الموارد اللي كان من الممكن استثمارها من الجميع لصنع حياة أفضل، لبناء اقتصاد متين، لتعزيز الأمن، لدعم التعليم والمعرفة. كان من الممكن أنك والجميع تتجنبون هذه الكارثة لو فكر الجميع بالتعايش وجدفوا قارب النجاة من الجهتين بدل الدوران في دائرة الضياع. في طريقك للعمل، أو وانت تدخل البيت، وانت بين أهلك، اسأل نفسك دائما، هل يستحق الخلاف أن نخسر كل هذا؟